بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المحافظ تسمعني؟ نعم نعم واضح نعم. السلام عليكم، صباح الخير. السيدات السادة، هذه الاحتفالية لوضع حجر الأساس لمجمع قرية كوجو السكني. شكرا دولة الرئيس. دولة الرئيس، قرية كوجو تعرضت إلى أبشع صورة من صور الإرهاب والإبادة الجماعية، ولكن الحمد لله اليوم بفضل دعم دولتكم والمجتمع الدولي بدأت هناك خطوات حقيقية لإعادة الحياة إلى قرية كوتشو. وما وضع حجر الأساس إلا واحدة من هذه النتائج التي ساهموا بها UNDP وكذلك USAID والIOM وكذلك الخيرين من أبناء قضاء سنجار واليزيدية. وإن شاء الله بالمستقبل القريب سنقوم بوضع حجر الأساس لبناء مستشفى 100 سرير في قضاء سنجار مع الأجهزة والأثاث، وكذلك في ناحية سنوني. نحن نقدم خدمات حقيقية ومتطلبات حقيقية وخطوات حقيقية لإعادة الحياة إلى قضاء سنجار. أما المجرمين فالقضاء العراقي هو الكفيل بالنيل بهم، وكذلك نحن الآن وبفضل دعم دولة رئيس الوزراء نقوم بخطوات حقيقية بمتابعة ملف الناجين والناجيات، وكذلك تقديم الخدمات، وكذلك أو عزت دولة رئيس الوزراء قبل فترة بصرف مبالغ التعويضات، وبدأت أول خطوة تم صرف مبالغ التعويضات لأكثر من 90 شخص من قضاء سنجار. هذه الخطوات الحقيقية التي جاءت بفضل دعم الحكومة الاتحادية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء. اليوم سنباشر بعد إذن دولة رئيس الوزراء المحترم بوضع حجر الأساس لبناء القرية العصرية النموذجية لمجمع الكوتشو الجديد. طبعا هذا المشروع يعرف السيدات والسادة أنه تعثر البدء منذ عام 2021، والحمد لله اليوم نبدأ بوضع حجر الأساس لهذا المشروع في هذه المدينة الصابرة المحتسبة، اللي مثل ما تفضلت ويعلم العالم جميعا حجم الجريمة والعدوان الذي تعرضت له من قبل عصابات داعش الإرهابية. في موقع هذه القرية وفي مسقط رأس ضحاياها المظلومين، اليوم نضع حجر أساس مدينة سكنية بخدمات متكاملة، وهذا استحقاق لعودة الحياة ومعالم الاستقرار في سنجار التي تمثل موطن الآباء والأجداد. وإن شاء الله يبقى الأخوة أبناء شعبنا من الأيزيديين هم السكان الأصليين أعزاء مكرمين في مناطقهم. سنجار والأيزيدية خصوصا يشيدون بدور دولة رئيس الوزراء المحترم على الخطوات الحقيقية من أجل عودة النازحين وتقديم أفضل الخدمات لأبناء قضاء سنجار. أنا من خلالك والسيدات والسادة الموجودين، نحن على التزامنا ووعدنا للأهالي سنجار خلال زيارتنا الأخيرة في إكمال باقي المشاريع، وخصوصا مستشفى في سنجار والثاني في ناحية الشمال، ومشروع ماء ربيعة، وكذلك مشروع جامعة سنجار، وباقي المشاريع المدرجة في جداول الموازنة. الخدمات أيضا راح تكون متكاملة في هذا المجمع السكني، خدمات السكن والصحة والبلدية والكهرباء وأعمال التبليط وما شاكل. بالتأكيد هذه ليست منا أو فضل، هذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا اللي نعتقد ونؤمن بأنهم جزء مترابط من هذا الشعب الذي بقي طيلة عقود متعايش وفي أجواء الأخوة والتسامح. بارك الله فيكم، وشكرا لكل الوكالات الدولية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة منظمة الهجرة الدولية وكذلك برنامج الأمم المتحدة. على بركة الله نعلن البدء بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع قرية كوجو
السكني الجديد في قضاء سنجار. تفضل. دولة الرئيس، إذا تسمح لنا دولة الرئيس، هذا المشروع كان مثل ما أشار سيادتك منذ 2021. دولة الرئيس المشروع استنادا إلى توجيهات سيادتك حصل أنه ينعرض على مجلس الوزراء في الشهر السابع، وبشكل فوري أنجزت كافة الإجراءات وانعرض على مجلس الوزراء، واستنادا إلى توجيه دولة سيادتكم دولة الرئيس. توكل على الله. دولة الرئيس سيادتكم في وضع حجر أساس. دولة الرئيس المشروع يتكون من 134 وحدة سكنية، إضافة إلى مركز صحي ومدرسة وبنية تحتية متكاملة ممول من المنظمات الدولية الIOM، العمل مع الIOM والUNDP والUSAID ومبادرة نادية، وبجهود الأهالي وبجهود دعم أعضاء اللجنة المشكلة بتوجيهات سيادتك ودعم ابن سنجار السيد محافظ نينوى دعم سيادتك وتوجيهاتك، حصلت جميع استكمال جميع الموافقات على استكمال هذا المشروع. المهم اللي راح يكون رسالة أيضا إلى المجتمع الدولي وإلى المجتمع الدولي وأيضا إلى المجتمع المحلي في سنجار وأهالي كوتشو، رسالة دعم من دولتكم. خلي يجي المنظمات الدولية. جورج. نعم. تفضل. اليو ان دي بي. نعم. بس هيك دقة. على بركة الله، دولة الرئيس تم وضع حجر أساس استنادا إلى توجيه سيادتك بحضور الأهالي وأهالي ضحايا وأهالي كوتشو. بالتوفيق إن شاء الله، بارك الله فيكم. سلامنا وتحياتنا لكل الأهالي في سنجار، وإن شاء الله الحكومة مستمرة بتقديم كل مشاريعها. شكرا جزيلا.